ريم بكلمك شوي. ما كنت أدري إن عينك قوية ووقحة كذي. إيش عين تكلميني عقب كل اللي سويتي؟ أنا ما سويت شيء، أنا انقذتك من الريال اللي أنت كنتي بتاخذينه. يعني أنت ما كان عندك نية إنك تكلمينه. صدقيني لو هو مكمل معك أنت بعد كملتي معاه، وأنت عارفة هالشيء عدل. يعني أنت الحين مكذبتني ومصدقتها صح؟ إينوف. لأني أنا أعرفك وأعرف أهو بعد. أعرفكم لما تكذبون ولما تكونون صادقين. أنتوا كذبتوا علي واستغفلتوني. أثنينكم خاينين. لو عندك ذرة صغيرة من الإحساس ما أبيك تكلميني بعد. أنا أدعي ربي ليل نهار أنه ما يجمعني فيك ولا يحشرني معاك بمكان وما أشوفك حتى صدفة عن إذنك. أمي للحين ما بطلت الباب؟ لا، طقيت عليه الباب ايش كثر. تقول لي تعبانه وما تبي تكلم احد. امشي خل روح يمكن ترد. امشي بس سدوا دفاتركم وقوموا. يا بنات بس ماني مبطلة الباب زين بقعد بروحي. ما يصير اقعد بروحي شوي؟ خلاص امي شكلها تعبانه وما راح تبطل الباب. شنو تبون اسوي لكم عشاء؟ انا ابي توست جبن. تونا بتغدي توست جبن بعد عشاء توست جبن. خش اسوي هذا اللي اعرف اسوي. بس امشوا خلينا نشوف المطبخ شنو فيه. يعني ايش الفلي بطاط كاتشب كنتاكي امشوا اي شيء. يا ربي ما ادري وين راحوا عيالي. لا هذا يرد علي ولا هذا يرد علي. ما يقولون امي قلبها جاغب علينا. لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. فيصل فيصل اول لما ندق عليه من رنه واحده يرد علي. ما ادري وين راحوا. وهذا سلمان دز له مسج ما يفتح المسج ولا يقول امي قلبها يحرق علينا. ما ادري وين راحوا عيالي. يا ربي سترك يا ربي سترك. انا بعد دزت له مسج لا رد علي ولا حتى اقرا المسج. يا ربي سترك يا ربي سترك يا ربي يا رب تستر علينا يا رب. يا سلام يا حبيبي. فيصل ايش فيك يما؟ ليش كذي منعفس؟ ايش فيك صاير؟ ماكو شيء يما، هوشه بسيطه وعدت. هوشه؟ ايش هوشتي يا يما؟ وشنو اللي عدت؟ من محل متهاوش؟ مع ريالي يما مع بنيه. اذا خودك الطبيب. مالي خلق. يا رب يا رب عنيد عنيد ما يرد على احد. راسه يا نص هذا راسه يا نص. دق 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 على سلمانو دق على سلمانو دق على سلمانو ويتفاهموا يا اخوه يتفاهموا يا اخوه. انا ادري ادري هذا ما حد يقدر عليه الا سلمانو. ما حد يقدر عليه الا سلمانو. بس خالته سلمان راح يتعشى في بيت ابوه. شي يتعشى الله يهداك. اقول لك دق عليه تقول لي يتعشى. انا توي رايح يتعشى بعد. شي يتعشى؟ تنزل تعشى مع ابوك. نادي ابوك يتعشون. حياك يا ولدي. تفضل تفضل. ما شاء الله تبارك الرحمن. خوش عشا يبا. كرمكم الله. عليك بألف عافية. عليك بألف عافية يا ولدي. يعافيك يبا. عسى بيت عامر إن شاء الله. وجودك يبا. حياك. بالعافية يا أخوي. يعافيك. زين بسألك إيش رأيك بسلطة الناتشز؟ عجيبة. صح؟ إيه. عفا عليك أنا مسويتها. صل عيني وحياة عيني. صح؟ عاد يطاب لك المكان عاود يا ولدي. ترى البيت بيتك. بعد ما يحتاج نقول لك متى ما بغيت اتصل فينا. ولا إيش حق تتصل بعد؟ اتشي على طول. عدل يا جميلة ولا لا؟ عدل والعينة وسعلة من المكان. نسأل الله يحفظكم إن شاء الله. مشكور. زين حلي. والله ما ودي أثقل بس شكلها لذيذ. لا طوفك عاد كيكة أمي.
تفضل تفضل تفضل. بجرب بس ما عليه، ما ابي لك شاي. هايبة ولا شايك؟ ايش رايي بعد؟ امي ملكة الكيك البستاشيو ولا لا؟ امسكته بس انا ويا الشكر ادريب فيني يا بنيتي. حلوة جبتك؟ قلت عليك بالف عافية. بالعافية. قلت لك امي ملكة الكيك بس انت مو مصدقني. لا صدق حلوة لذيذة. روضة تعالي شيلي هالاغراض يلا. محمود وين طالع هالحزة؟ وانتي شاكو؟ ايش عليك مني؟ مو كفاية الفضيحة اللي سويتها اليوم؟ ايش ناوي تسوي بعد؟ حرام عليك، سورت وجهنا قدام الله وخلقه. ترى مو ضايق نفسي، لا تخليني اكسر البيت باللي فيه. محمود 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 واللي سلمك رد. محمود الله يخليك محمود رد. محمود لا تخليني يا يما تتركني بهالليل. واللي سلمك محمود رد الله يخليك عشان خاطري يا يما رد. يا يما بس بس يما ذبحتيني. يا يما انا سويت لك، انا سويت لكم، انا اذا ضريت عثار نفسي ما ضريت احد. يا يما ما ضريتك انت. تصحيني من صوب نادر، تصحيني من صوب ما ادري من يصحيني من صوب. ليش يا يما انا شو انا حسني صاير حالي على المجتمع؟ ليش يا يما؟ يما انت على بالك انا ما احب نادي، انا ما احب بناتي. كم مره الله الشاهد كم مره انا اروح للبيت عشان ترجع ما ترجع على ايدي. يا يما كم مره انا اروح؟ اكو مره انت قلتي لي، اكو مره انت قلتي لي وانا قلت لا. رحت ولا ما رحت يا يما؟ خل عندك ضمير يا يما. تكلمي مره واحده قولي الحق يا يما، قولي الحق. اهدى يا محمود، واللي سلمك تعود من ابليس وروح توضى وصار ركعتين انت من زمان ما صليت. يما رب العالمين ما يقصر، بيهديك يا يما حق الطريق المستقيم. واللي سلمك يا يما انت من زمان ما صليت، الله يخليك عشان خاطري. يا يما والله انا ما ابي الا رضا الله ورضاك بس. انا راضي عليك يا يما. ضميرك وين؟ راضي عليك يا يما دنيا واخره. انا ابي ارجع البيت يا يما، انا احب نادي يا يما والله احبه يا يما. محمود نادي صبرت عليك وايد، المره يا يما راياتها بيضه حاولت تصلحك بس انت يا يما عييت حديت تترك البيت وتتركك. انت اللي سويت فيه يا يما مو شويه، وانا شاهده على هالشيء. اسمعني يا محمود، اذا رديت حق عقلك يا يما يمكن نادي ترد لك. ترى هي تحبك، ام بناتك وزوجتك يا يما. واللي سلمك غير من حياتك ورجع مثل الاول واحسن. واللي سلمك لا تصيح يا يما دمعتك خاليه عليك. لا تصير يا يما لا تبكي. نادية ما راح ترد لي يا يما، لا ادري بترد لك يا يما. ما راح ترجع لا ادري، لا راكبه راسها ما راح ترجع يا يما. يا يما سامحيني يا يما، انا امير رضا الله ورضاك يا يما. انا مسامحتك يا يما دنيا واخره، والله مسامحتك يا يما. الله يخليك. الله يخليك تعود من ابليس يما، الله يخليك. محمود 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 محمود. عندك 10 دقائق، أنا ناطر كم سيارتك. إذا ما جيتيني بصعد لك، ووقتها بخلي العمارة كلها تسمع وتشوف اللي بيصير. حسبي الله عليك يا محمود. ربي يشغلك بنفسك، حسبي الله عليك. الله يقويني عليك يا محمود، الله يقويني عليك. عسى ربي ينتقم منك، حسبي الله عليك. تدري الساعة كم الحين؟ أنت لو عندك ذرة من الرجولة ما تخليني أطلع من البيت هالحزة وانزل لك.
تحبينه؟ أنت من تقصد؟ تحبينه؟ أي أحبه، لأنه ما أذاني، لأنه عاملني باحترام وبحنان، عمره ما حسسني إن فيني شيء ناقص، عمره ما حسسني إني أكبر منه، عمره ما حسسني إني مطلقة، حتى ما حسسني إني أم. بالعكس، هو رد ثقتي بنفسي، ثقتي اللي إن دمرتها يا محمود. تذكر؟ تذكر؟ كنت ترجاك، أقول لك تكفى، تكفى لا تمد إيدك علي، بس كنت تمدها. تذكر يوم أقول لك لا تأخذ من معاشي، لا تأخذ معاشي، تأخذ كله، كنت أخذ. تذكر؟ تذكر السب والإهانة والشتيمة؟ تذكر ولا ما تذكر؟ تذكر؟ تذكر الحزن؟ تذكر الدموع؟ تذكر الألم؟ تذكر الحسرة؟ تذكر الهزيمة؟ تذكر ولا ما تذكر؟ تذكر ولا ما تذكر؟ اطلع من حياتي، اطلع من حياتي، اطلع، اطلع من حياتي. ما راح أعطيك أي فرصة، بس أعطيتك بدل الفرصة عشر وأكثر من عشر بعد. أنت ما راح تتغير محمود، أنت نفس ما أنت. اطلع من حياتي، اطلع. أبي أعيش، أبي أشوف الدنيا. أنا ما شفت من الدنيا شيء إلا العذاب. أنا ما شفت أيام حلوة، أنا ما فرحت بحياتي. تكفى، أطلع من حياتي، تكفى، تكفى، أطلع، أطلع من حياتي، بس مرة واحدة، مرة واحدة، اعتقني الويه الله، خليني أحس مرة واحدة بالأمان، مرة بس، مرة. تدري الأمان شنو بالنسبة لي؟ إنك تغيب من حياتي، إني بعد ما أشوفه، ما أشوفه. تكفى اطلع من حياتي، تكفى اطلع من حياتي، تكفى. أوعدك ما راح تشوفيني. أتمنى إنك توفي بوعدك، أتمنى إنك توفي مرة واحدة بوعدك. حسبي الله ونعم الوكيل عليك، حسبي الله ونعم الوكيل عليك، حسبي الله عليك على اللي سويته فيني وبناتي. حسبي الله عليك، الله ينتقم منك يا رب. حسبي الله عليك، الله ينتقم منك يا رب، الله ينتقم منك، الله ينتقم منك يا رب. يما مسلمان، يما ليش نايمه هني؟ روحي نامي دارج. انت جيت يما؟ اي شبعت؟ عسل ان شاء الله طباخ جملو حلو كان. لا يمكن قشمرتها احلى طبعا، ضحك وناسه، مو مهم شو يصير في بيتنا، يموتون يحترقون بالطقات اللي طقهم. ايش حقت خوزر مرتك؟ ليش فتنت وقالت انك رايح تزعر ببيت ابوك؟ روح 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 شوف اخوك، روح شوف اخوك. ما ادري ذابح لواحد، ما ادري قاتله، ما شو مسوي بعمره هذا. روح روح شوف بيت ما يجي الا وراه لان المشاكل والضيم. يعني ما قدرتي الا تفتني وتقولين لها؟ بعد شو اسوي؟ غصبا عني ما تعرف شو اللي صار. شو اللي صار يعني؟ شنو شو اللي صار؟ خل روح فوق اقول لك. امشي روحي قدام. ايش تبيتكم انا؟ محمود نادي صبرت عليك وايد. تذكر المره يا يم مره يا تبي يلا. والشتيمه تذكر حاولت اصلحها. بس انت يا يما عييت حديت تترك البيت وتركني. تذكر الحسن؟ تدري الامان شنو بالنسبه لي؟ ابي اشوف الدنيا. حسبي الله عليك، الله ينتقم منك يا رب، الله ينتقم منك. اطلع من حياتي، اكفى، اكفى، اطلع.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صباح الخير صباح النور هلا عبير شفت اللي صاير بالوزارة اليوم؟ عبير تكفين إشاعات وكلام فاضي من صباح الخير ما أبي ترى راسي يعورني هو ماله شغل بس طليق نادية محمود أمس مسوي حادث كثير شو سوي له بعد الله يعينه عطاك عمره الله يرحمه إيش دراج؟ هي اليوم من الصبح داقة مستأذنة سبتها السالفة أنا ابنك صباح النور شلونك تمام الحمد لله اقدر اخذ من وقتك شوي عفوا تعرفيني لا انت ما تعرفيني بس انا اعرفك لانه في شخص قريب مني حل ما يبي له سيرتك ماني فاهمه قصدك انا فهمك انا نوف عبد الرحمن اخذ فؤاد عبد الرحمن اللي شافك في المجمع ويحطك ورد بالسياره انا اسفه اني احرجتك انا كذي اللي بقلبي على لساني نوف أخوك شو يبي مني بالضبط؟ أخوي ما يبي شيء بس يبي يتعرف عليك عشان يتقدم لك رسمي. يتقدم لي؟ نوف أنا ما أفكر بهالموضوع كلش. أنا كل تفكيري بدراستي وإني أتخرج. بعدين أنتِ عارفة يعني عاداتنا وتقاليدنا، ولا أوضح لك أكثر من كذي؟ لا يا عمري، عداك العيب. لا تفهميني غلط. أنا أخوي عنده بس مشكلة صغيرة. يحلها يتقدم لك رسمي. زين، وشنو مشكلته؟ مشكلته الله يسلمك الوظيفة أنا أخوي متخرج من أمريكا يعني ما يبي أي وظيفة هني روتينية تندفن فيها موهبته أنا أخوي طموح ويبي شيء أكبر فمو لاقي هني وبيني وبينك ترى أنا أخوي يعني شهادة امتياز مع مرتبة الشرف يعني مو أي شيء قلتي لي شنو تخصصه؟ محاسبة ومجتهد ترى وايد إن شاء الله لله خلاص عيل يبي لي السي في ماله وان شاء الله خير ان شاء الله حبيبتي انت مشكوره وايد So
أعطيتك فرصة. ليتني صبرت عليك. ألو؟ هلا مرحبا. هلا والله. إيه أنا عصام. خير في شيء؟ ولدي مريض؟ إيش فيه؟ خلاص طيب خلاص أنا أمر آخذه وأوديه الطبيب. تمام شكرا. صاير؟ هذا عصامي. إيش فيه؟ تقول لي المدرسة إنه هو تعبان وكان يرجع بالصف. تعبان ويرجع بالصف؟ من شنو زين؟ ما أدري ممكن تغيير الجو. إي عادي الحين فايروس منتشر كل اليهال كذي مرضى. زيني ما لازم أمشي أبي أخذه على الطبيب. أنتي من صدقك؟ أنا الحين قاعد أقول لك صار لي ساعتين بالسيارة مشتهية سويت ومشتهية سويت. تقولي لي ولدك؟ دقي على أبوه. لا يما أخاف يزعل ويتضايق. زعل ويعل خلي يزعل. ترى مو بس انتي امه حتى هو ابوه. دقي دقي عليه بس خلنا نطلب حلو. وايد كذي ما؟ اي دقي لو سمحت. اي يا مان ايش في عصام؟ يروح المدرسه مريخ لي مع امك وانا شكو. اي سوق واي خرابيط يا بنت الحلال. انا شكو بالعرس يا مال. ولدك مريض تقولي لي عندي عرس ويا امي الخرابيط. منو اهم الحين؟ امك وطلعاتها اللي ما تخلص ولا ولدك؟ ما يصير يا بنت الحلال المرضى تقول لازم تمرون المدرسه وتاخذون الولد تعبان. امال انا شكو باللي قاعد تقولينه انا وشو يهمني بالعرس وبالخرابيط اللي قاعد تكلمين عنها؟ يبا تدرين شلون؟ خليك بالسوق ومع امك وبالخرابيط اللي انت فيها، انا بمر المدرسه اخذه، يلا باي. باي. انسانه مهمله مو مسؤوله، انا عمري ما شفت ام مهمله مثلها. هدي اعصابك، مو وقت هالحكي. المهم الولد بخير. الشرها مو عليها والله، علي انا اللي ساكت عنها كل هالمده، بس انا اعلمها، هالموضوع هذا كله ما راح يعدي على خير. طبعا حسب الكلام اللي سمعته منكم، انكم تواجهون مشكله نفسيه، وهذه المشكله نتيجه انكم تاثرتوا وايد بالاجواء المحيطه حولكم، علشان نقدر نعالج هذه المشاكل لازم ان احنا يكون عندنا ثقه بنفسنا، والثقه بالنفس هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى، عشان نستغلها وعلشان نقدر ان احنا نستغلها بشكل صحيح وسليم لازم يكون اول شيء عندنا ثقه بالله سبحانه وتعالى. حسب ما يقولون ان احنا لو جبنا ياهل عمره سنتين حطيناه بغابه راح تحصلينه يروح يلعب ويركب فوق الاسد ويركب فوق النمر ولا في شيء يخوفه. ليش؟ لان احنا اساسا من البدايه ما خوفنا، وهذا الدليل ان الياهل اساسا من الولد يكون عنده ثقه بالنفس لانه ما شاف في انسان يخوفه. زين خالتي احنا نمشي الحين تروحوني مكافي محمود خلاني وراح انتوا بعد بتروحون يما عافية انا بقعد عند جدتي لما تخلص ايام العزاء يما وانا قاعد بنام عند جدتي زين يما ناموا عند جدتكم انا باخذ منى وايلكم باكر الصبح امشي يما تعالي يما أبشرك الحمد لله نزلت حرارته وعطيت دواء ونام الحين. لا والله كذي يعني حضرتك مهتمة وايد بالولد صح؟ وليش ما أهتم؟ أنا أمه مثل ما أنت أبو. ليش تحسسني بس أنت الأبو اللي تهتم وأنا لا؟
اللي سويتيه حضرتك اليوم ما ينسكت عنه نهائيا. في ام بالدنيا يدقون عليها المدرسه يقولوا لها ولدك تعبان، تقول والله انا بالسوق ما اقدر اخذ الوف فواز روح مر الولد، انا بالسوق ما اقدر اهد امي ولا اهد السوق. تدري ايش حسيت حزتها؟ ليش تكبر المواضيع كذي؟ ما له داعي. بعدين هذا من ضمن مسؤولياتك، يعني ما فيها شيء اذا ولدك مرض وولدتها الطبيب. المصيبه انك ترددين وكنك على حق. لا وبثقه، قاعد تردين علي بثقه ان انت مو غلطانه. تدرين لو تقولين انا غلطانه عندي اهون، اعديها لك، اقول بنيه اعترفت بغلطها. بس تعمدين. امال المن يوصلك ويتعداك. اذا ما تسنعتي وجابلتي ولدك وبيتي واهتميتي فيهم ترى بتزوج عليك. اي بتزوج عليك، لا تطالعين كذي. وانا جاد وراح اجدم على هالخطوه، والشرع والقانون معي، ماكو شيء يمنعني. فهمتي ولا لا يا ام عصام؟ وفيت بوعدك يا محمود، وفيت. ليتك ما وفيت، ليتك ما وفيت. يا رب يا رب تخدم، يا رب ترحمه وتسامح، يا رب سامحني يا رب. جاني غثيتك وقهرتك قبل لا تموت. يا رب احس انا يدمت بناتي، احس انا هربت من ابوه. يا رب امسح على قلبي، يا رب يا رب امسح على قلبي. لا تخلي هذا الشعور يلازمني عمر اللي باقي، يا رب. الله يرحمك، الله يرحمك، الله يرحمك يا محمد. الأمور تعقدت، بس أنا ونادية ما لنا ذنب. المرة من حقها تشوف حياتها اللي تطلقت حالها حال الرجال، ومن حقها تلقى الشخص المناسب اللي يصونها ويستر عليها. أنا لازم أكلم نادية لما تهدى الأمور. أنا خايف إنها تكون حاسة بالذنب، خايف إنها تلوم نفسها على شيء ما لها ذنب فيه. المسلمين جميعا.
شاء الله ما شاء الله. الحقيقة أن شغلك يبيض الوجه. عسى الله يوفقك يا ولدي، ما شاء الله عليك. خوش شغل. تسلم يبا، ما تدري ايش كثر أنا مستانس بالشغل معك، وقاعد أتعلم منك كل يوم شيء جديد. يبا الحلال حلالكم أنت ويا إخوانك، أنت وأخوك وأختكم منال، عسى الله يوفقكم. كل اللي أبي منكم أنكم تتعاضلون بهالشركة هذه. باشر بيومكم عيال وبيشيلون عنكم الحمل إن شاء الله. عسى الله يطول بأعماركم. عسى الله يخليك ذخر، وإن شاء الله أنا وإخواني بنكون على قلب واحد. ويحفظك يا ولدي ويخليكم إن شاء الله. هلا عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ هلا أبوي. هلا هلا. اليوم زايرتنا بنيتي؟ إيه رحت لك هناك أنا مكتبك هناك، كانوا يقولون إن أنت مداوم هني اليوم. اي والله اليوم جاي عند سلمان. شلونك سلمان؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك بخير. شلون هاله وشلون الحمل معاها؟ الحمد لله زينه. انت شلونك؟ شلون الجامعه؟ الحمد لله تمام، ولو ان شويه الامتحانات غاثتني بس يلا الحمد لله. هانا يلا شدي حيلك. ان شاء الله. يلا يبا انا استاذنكم، مثل ما تعرف عندي اجتماع. يلا يا ولدي شوف اجتماعك وهلا هلا بالمفاوضات الزينه. ابشر ان شاء الله بتوصلك العلوم الطيبه. يلا عن اذنكم. عسى الله يوفقك يبا. هاي بابا قول لي شلون الامور مع سلمان؟ تبين الصج؟ اول ما طلب مني انه يشتغل عندي الحقيقه اني تخوفت، لكن الحين الحمد لله عقب ما انه اشتغل شال عني حمل ايش كثره. الحمد لله احمد ربي عليه. الحمد لله. زين شوفي بابا انا جايتك هني طالبه منك طلب، بس ها مو تردني. شلون اردك؟ ارد بنيتي؟ منال تطلب مني طلب واردها؟ قولي يبا ايش عندك؟ واي عمري يبا وين ألقى نفس كلامك أنا؟ الله يرزقني بواحد يقول لي مثل كلامك. بيجيلك إن شاء الله اللي يستاهلك، بيجيلك اللي يعرف قدرك. قولي شايتنا عليه؟ هذا طلبي. شنو هذا؟ يبا هذا سي في أخر في اجتماعي بالجامعة، هو دارس بأمريكا ومتخرج محاسبة، فقالت لي إنه هو مو محصل وظيفة بالكويت، قلت لها اعطيني الاوراق. طبعا هي قالت لي هالشيء مو مباشر، فانت مره قايل ان انت عندك محاسب قدم على اجازه او شيء كذي وانه ما رد، عدلت يبا؟ اي عدل عدل يا بنيتي. المحاسب هذا كنت معتمد عليه بكل شيء، مسلمه الخيط والمخيط، لكن راح وما رد. انت يبا شوف السي في مال صبي وان شاء الله يعجبك. ان شاء الله. بس ها؟ ها من الحين اقول لك انا ما جامل، هذا شغل. إذا شفته يصلح لنا بيشتغل عندي، وإذا ما صلح اعذريني يا بنيتي. عذرتك يبا أكيد هذا شغلك، بس ها تكفى يعني تكفى، ها طلبتك أنا. إذا عجبك ها مو تفشلني قدام رفيجتي. على خير إن شاء الله، على خير إن شاء الله يعجبنا. إن شاء الله. فواز ايش رايك باللوك؟ زوين. ايش دعوه؟ بس زوين كذي؟ اذا انا ما تعودت عليك تكلمني كذي بنفسيه. امال ولدك تعبان، حالته للحين ما نزلت، شوي تصعد شوي تنزل، وانتي بتهدينا وتروحين عرس شلونك قبل؟ شوف ابنها بعد سنين مو بس انت عمتي. ولدي اعطيته خافض الحراره ونومته، والخدامه الحين موجوده معه، وقلت حق ماريا تذهب لك العشاء اي وقت تبي بس قول لها. انزين روحي بس لا تتاخرين، حسسيني انك مهتمه بولدك لو شوي. طفولته باللحظه اللي فتنا فيها على المكتب ان شاء الله. ما بظن يا بنتي، ما بظن هالشيء. امال شفتي كيف سكت لما سمع اسمي؟ نعم. ملامح وشه كانت بتعكس كرهي. شكلك اليوم وايد حلو عمتي وحيل عاجب. ما ضل بيناتنا اي شيء. دير بالك شاء ولا شيء. انت غلطانه عمتي. بتعرفي شو هداك اليوم؟ رحت على مكتب شرفان، وقتها كان طالب اكل من المركز تبعي، وشرفان ما كان بيعرف انه هالاكل من مركز. وهذا انا سويت لك احلى شوربه جديده، بس لازم تاكلين لان انت مو ماكله شيء من الصبح. عافيه يلا ايديده. يلا ايديده عافيه بس يلا يلا ايديده عشاني عشاني ايديده ما يصير انت مو ماكله حبيبتي بس عشاني يلا
يلا إيديدة إيش فيك؟ إيديدة ردي علي. إيديدة عافية. روضة جيب التلفون. الو هلا يما، ايش فيكم؟ ايش فيها يدتك؟ ان شاء الله ان شاء الله يما، جايتكم الحين. يلا مع السلامه. بسم الله يا رب. ذبحني لو ادري ما لبسته. اي بعد هذه البراندات مو تبين الكشخه تحمل العوار. انت ايش رايك يما دخلنا افسخ الكحب واقعد؟ لا والله تبي تفشلين قدام الناس. امشي. موبايلك حبيبتي بعد اذنك. وش حقه تاخذون تلفوناتنا؟ رغبه اصحاب الفرح لو سمحت. شلون مواقع ياخذون تلفوناتنا؟ ما ادري انا بصراحه ما اقدر اعطيكم تلفوني. مو كذا احسن لحضرتك عشان ما تنشغلش عن الفرح وتعرفي تتفرج عليه كويس. كمان ممنوع التصوير جوه الفرح. اي بس انا ولدي مريض يعني وزوجي بالبيت راح يدق عليه اي وقت. ما تقلقيش حضرتك. يا فندم كذا احسن لك واحسن لاصحاب الفرح لاني رغبتهم هم كذا ممنوع. التليفونات مع احد لازم تكون معنا. خلاص هاتش بس مو تبدلين تليفوني مع احد ثاني ديري بالك. لا ما تقلقيش حضرتك تليفونك في الحفظ السر. ما تعطيني هالتليفون؟ انه ما اقدر اخ فواز يدق عليه يسوي لي مشكله. وي فواز حبيبتي الحين مسابع نومه. هاتش امشي.